أخبار العالم بوجيز من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. جددت الجزائر التزامها من موقعها عضوا غير دائما بمجلس الأمن بدعم كافة الجهود الرامية إلى تفعيل وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. الجزائر أكدت على لسان وزير خارجيتها أحمد الطاف عند استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث موروبين التزامها أيضا بالمساهمة في بلورة حلول سلمية لمختلف بؤر الأزمات والنزاعات التي تشهدها فضاءات انتماء الجزائر. غادرت باخرة غين أكرا الميناء البترولي الجديد سكيكدا صباح اليوم الخميس محملة ب30 ألف طن من مادة الفيول نحو دولة لبنان، تجسيدا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإمداد لبنان بالكمية اللازمة من مادة الفيول من أجل تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلد. أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتسريع انتقال هذه المجموعة البحرية الضاربة إلى المنطقة، وبذلك يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة حاليا في الشرق الأوسط إلى 2، حيث تتزايد المخاوف من حصول تصعيد عسكري إقليمي. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بمحاولة ضرب محطة نووية في مدينة كورسك في وقت تشن قوات كييف هجوما واسعا على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين. بوتين خلال اجتماع مع أعضاء حكومته وحكام المناطق المحاذية لأوكرانيا قال إن من سماه العدو حاول ضرب المحطة النووية خلال الليل، مشيرا إلى أن مسؤولي وكالة دولية للطاقة الذرية تعهدوا بإرسال مختصين لتقييم الوضع. منح المغرب نحو 3,029 ترخيصا في مجال الزراعة واستغلال القنب الهندية منذ مطلع 2024. إحصائيات وكالة تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المغربية كشفت عن توزيع 721 ترخيصا بممارسة النشاط سنة 2023، وتوزيع أكثر من 2800 رخصة لفائدة أزيد من 2600 فلاح ومنتج مخدر السنة الماضية، و192 أخرى لفائدة 98 ناشطا في مجال التصنيع وتسويق وتصدير واستيراد البذور. نهاية وجيز، إلى اللقاء.